الجزائر الجديدة اللي يحكموا فيها الفيوات، لي فيو شنوك، لي غراباتير، دي مالات، كلهم ريفورمي، كان يروحوا لاخر كلهم يخرجوا ريفورمي. الجزائر هذه دارت قناة الحرة الأمريكية، قناة أمريكية، دارت استطلاع وتشوف دارتو على الموقع ديالها. في هذا الاستطلاع هذا القناة الحرة، دونك هذا ما يقدرش يقولوا بلي المخزن ولا ما كذا ولا تجي طايحة، تجي طايحة يقول لك المخزن اللي راهو فومي يسكتوا، خير لهم يغلقوا فيهم احسن لهم، لانه هذه ما فيها لا مخزن ولا عمار بوزوع. هاوليك العنوان تاع الحرة، شوفوه، استطلاع رأي الفساد والوضع الاقتصادي أكثر ما يؤرق الجزائريين. هاوش أي الجزائريين، الفساد والوضع الاقتصادي، واش يقولوا في هذا الاصلاح؟ يا على كل حال مقال طويل وعريض وسهل تدخل طابي غير استطلاع رأي الفساد والوضع الاقتصادي يخرج لك، وحتى الجزائر الحرة ولا حتى يقول لك مركز الاستطلاع الرأي أجرى خلال فترة من 26 ماي إلى 7 يوليو من سنة 2022 بمشاركة 2162 جزائري وجزائرية في أماكن سكنها. سقساهم بخصوص النظام السياسي، يورد التقرير أن عددا قليلا من الجزائريين يشعرون بالرضا، حيث يجمع أغلب المشاركين أنه يحتاج إلى الإصلاح أو حتى الاستبدال بالكامل، ويقول 4% فقط أن النظام السياسي جيد كما هو حاليا. هذو مساكن حابسين، سي نورمال في الجزائر كاين ناس حابسين، عبالكم 100% أي وريني واش بلاد اللي في جهة الشعب 100% فايق وفاطن، لا بارتو كاين حابسين، حنا عندنا 4% حابسين، حاجة قليلة. نفتخروا أنه الجزائر فيها غير 4% من الحابسين اللي غالب عليهم مخهم مبلوكي. هادو قالوا النظام السياسي راهو جيد كما هو حاليا. قلكوا على ذلك فان مستوى الاصلاح المنشود متباين، اذ يرى الثلث انه يجب ان يكون اصلاحا طفيفا، كان تقول لك اصلاح طفيف، ويؤمن اكثر من ثلث بقليل انه يجب ان يكون اصلاحا كبيرا، ويعتبر الربع أن من الأفضل استبدال النظام بالكامل. الآن وشنو اللي راهو الجزائريين ما عجبهمش؟ قالك أعرب أغلب الجزائريين عن عدم الرضا إزاء نظام التعليم الحكومي، التعليم العمومي تاع الدولة، بنسبة وصلت 62%. 62% من الجزائريين ما همش راضيين عن التعليم الحكومي، يعني يفضلوا التعليم عند الخاص، واللي قدروا ومن استطاع إليه سبيلا يمشي المدرسة الفرنسية. هذيك تسيبهم وزارة جنرالات يرابعوا، تعرفش يرابعوا يعني يمشيوا على يديهم ورجليهم على أربع كرعين، يعودوا يرابعوا باش يدخلوا ولادهم للمدرسة الفرنسية. نعم هما اللي دايرين التعليم، انت روحش بن بوزيد بنتو قرات في الروس، واللي مزوج مع روسيا وزوجته قالت له، واللي كسر المنظومة التعليمية هو بن بوزيد. بن بوزيد هو اللي كسر 20 سنة وهو
بدا من التعليم الابتدائي للثانوي للجامعي، ما خلى والو، كسر دمر المنظومة التربوية وارتكب أكبر جريمة ضد الإنسانية عرفها التاريخ البشري. هذا بن بوزيد، هذا بن بوزيد. واللي كان واضعه له سي جنرال توفيق، لأنه كان عميل ديالو، مخبر ديالو، وكان حاطه له، دمر المنظومة التربوية. اليوم 62%، 64% ما همش راضين على الرعاية الصحية. الرعاية الصحية 64% وشي نورمال، سي با هذوك اللي راضيين، 36 هذوك اللي راضيين، مش عارف عن مش عن مش راهم راضيين. دايور اول يعني الناس في الجزائر اللي ما همش راضيين على الرعاية الصحية في الجزائر هما تبون وشنقريحة ومن جاورهم واللي مرام معاهم. وعلاش يروح يدمي في الخارج؟ هذه ذكرني بحادثة، من نعرف لها نكتة بلا صحيحة، المهم ولكن داولت بزاف. يقول لك لما مرض حسني مبارك قبل ما يطيحوه مشى يعالج في ألمانيا، جاء الطبيب الألماني صاب في الناس ساق على شكون هذا المريض، قالت له هذا رئيس مصر منذ 30 سنة. قال هذا رئيس فاشل. قلت له كيفاش تقول عليه فاشل وانت ما تعرفوش؟ سقسي بين جا شكون هذا كي قلت لك رئيس مصر تقول لي راهو رئيس فاشل؟ قال لا، لانه 30 سنه هو رئيس على مصر ما قدرش يبني مستشفى يداوي فيه. وهذا ينطبق تماما على ولاد الحرام اللي يحكموا في الجزائر، ينطبق تماما. 60 سنه ما بناوش مستشفى يقدروا يداويو فيه. نكملوا مع هذا استطلاع الرأي تاع قناة الحرة. يقول لك 67% من الجزائريين ما همش راضيين على جودة الشوارع. نعم، الشوارع في الجزائر لا أراك الله، مهدكين، مكسرين، موسخين، زباب البارتو، القمامة في التسير راهي دايره ماشي في العاصمة، كل مدن جزائرية، كل مدن جزائرية ماشي تسير القمامة، زباب البارتو، موسخين. الجزائر اللي كانوا يتغنوا بها يا ابن عمي، العاصمة راهم كانوا يقولوا لها البهجة، اسمها البهجة، جزائر البيضاء. كانوا كل 10 سنين يعاودوا الصبيغة تاع الباطيمات. نعم، كل 10 سنين تعاود الصبيغة تاع الباطيمات بالابيض. ونشفى امام الخطرة الثانية اللي جاو صبغوا الباطيمات الاولى ما با 5 سنين، صبغوهم في 65 اللي شافين، كنا حنا نسكن على البولفار فرونت مير شارع عبد الرحمن ميرا في باب الواد ندعو على البحر، يسبغوا دونك كامل هذيك الباطيمات كامل. المره الثانيه جاو سبغوهم في اقل من 8 سنين، 73 جاو سبغوهم، زادوا بدلوا لنا هذاك البارافون تاع البالكون تاع اللي تكاو عليه، بدلوه كلاهم ملي تبناو ما تعبدوش، تاو بدلوهم. دونك يصبغوا الجزائر بيضاء، ديما بيضاء. دونك روح تشوفها. دونك سي نورمال 67%، وهذا ينطبق على كامل المدن. روح قسنطينة وتشوف. قسنطينة راهي كانت لؤلؤة. روح العنابة
كان يعطونها لكوكات، تيارت لكوكات تاني حلو بهرن. كلهم اليوم مدن وسخة، شوارعهم وسخة، ومشي اللي نقولها 67% من الشعب اللي سقساهم قالوا مسخة. من 67% ركزوا، 57% ركزوا على جمع النفايات، على جمع النفايات. 57% ركزوا على جمع النفايات. هاي ليك هذا استطلاع رأي. ما يقدروش يجي يقولوا تبون يقول لك بلي راهي هذه أيادي أجنبية ولا هذه تاع صحيفة الآخر، قناة موضوعية أمريكية ما تحوس عليك لا هك لا هك، ما تحوس عليك لا هك لا هك، ما كان والو. تقول لي ترامب يحوسنا غير على السلبيات، يحوسنا على لا كان اللي يحوس لك على السلبيات، اللي يحوس لك على الايجابيات، وما عندك حتى شيء ايجابي. ما عندك حتى شيء ايجابي يا سي تبون، لانك لو عندك حاجه واحده ايجابيه راك ضليت تغني عليها. انا برك شو نقول، ماذا بينا يورونا واش الايجابي اللي عنده. انا هذا واش نطلب، اعطينا واش عندك ايجابي يا سي تبون، هذا واش نحوس، هذا واش نطلب. إذا عندك شيء إيجابي وريهنا، ما تحوش لعب. هاي ليك وش يقول سيتي. كلموش علينا، لأن الجزائر مقررين أن الجزائر أبدا ما تبقى المثل إيجابي، تذكرها بسلبيتها فقط. حتى التلفزيونات الغربية راكم شفتوا كاش نهار تكلموا على التجربة تاع فلاح، تكلموا التجربة هذه، تكلموا ما كانش الا راه فلان دخلوا الحبس، فلان ضربوه، فلان هادي، فلان هادي. بينما الدول الاخرى شعب مقهور جايع ما تكلموش عليه خلاص. هنا انا في خطه لتركيع الجزائر. الشعب المقهور الجائع اللي تكلم عليه هو الشعب الجزائري، الشعب اللي ما عندوش الحق ينتخب رئيس جمهوريه بكل حريه. الشعب المقهور الجائع هو الشعب الجزائري اللي ينوض على 5 تاع الصباح يدير لاشين باش يشري شكارة حليب، ويقدر يضرب 4 ساعات لاشين وما يديهاش شكارة الحليب. الشعب المقهور الجائع هو الشعب الجزائري اللي ينوض الصباح باش يغسل وجهه ويحل الروبيني ما يسيبش الماء. الشعب المقهور الجائع هو الشعب الجزائري اللي كي لما يجي يسافر يسمو يروح يجوز يشري الدوفيز في بورسعيد، وإلا شوف بن عمو يعطلوه في فرنسا دراها الدوفيز ويعطلوه هو الدينار، دونك يبزنس في النار وتصيبه إطار ما عندش الحق يخرج أكثر من 90 أورو. الشعب المقهور الجائع هو الشعب الجزائري اللي ما لحقش يصيب الزيت ولا الدقيق كما يصيبوا الشعوب الأخرى. هذا هو الشعب اللي بلاده غنية هو مقهور جاي انت ما قرتو. ذرك اذا كان حاجه ايجابيه اذكرها انتم، قالوا تجربه تاع الفلاح، هاتوا لنا تجربه تاع الفلاح، ذرك نروجوا لها يا سيدي. اي هات لنا هالتجربه. انت ما خليتش الصحافه اللي تتكلم، صحافه اللي فيها نقاشات، صحافه اللي... هاتوا لنا انتم يا اخي راكم تصبوا، هاتوا لنا حاجه ايجابيه في الجزائر، هاتوا حاجه ايجابيه. ما عندكمش كاش ما تشد حاجه، كاش ما وضعت حجر اساس لبناء مشروع، ما كانش. واش تقول هذه الصحافه الغربيه ما تحبش؟ هذا كاين مخطط وكذا على الجزائر، وشعب ما يتكلموش عليه، راه ما يحبوش يتكلموا على العرايه وعلى الجزائر اللي يحموا فيها العرايه، ما يحبوش يتكلموا. يقولوا هذا الشعب جيعان ومقهور. الشعب الوحيد في العالم جيعان ومقهور هو الشعب الجزائري اللي يظل في الحباس، اللي ممنوع عليه الخروج، اللي بلاده ولات سجن. هذا هو الشعب المقهور. اعطيني الشعب اللي راهو في الوضع اللي راهو فيه الشعب الجزائري، ورونا درك نتكلموا عليها سيدي، ورونا وين راه هذا الشعب اللي بلاده سجن كبير، منع من السفر،
الناس كاملة بما فيهم عائلة الرئيس اللي كانوا يركعوا له، بما فيهم عائلة الرئيس كانوا ممنوعين من السفر. هلا ناس كلها ممنوعين من السفر، واللي يحل فمه يدخل الحبس الصغير، ولما يخرج الحبس الصغير يسيب روحه في الحبس الكبير. هات ناسي جيب، أعطونا الإيجابيات، إذا عندكم إيجابيات هاتوها، أتفضل مدهان هذه الإيجابيات. لا يعرف غير تشراك الفم. يعرف غير تشراك الفم تبون هذايا. تبدوها له. يعرف غير تشراك الفم. هذا باش يعرف. يعرفش حاجة أخرى. أي. قالوا الإيجابيات. يحبوا يجوا غير السلبيات. هو اللي يعرف يشرح فمه. نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية والورا. يهدر من بعيد شراك الفم من بعيد، يجي الوقت من يخلص. وسي تبونا هو يا فغير تشرك الفم، هذا باش يعرف شي درك. هذا يحب يتكلم على يقول لك اسمع اسمع. يصبح المواطن ولد تمن راشد يركب في القطار من المحطة نتاع تمن راشد، قطار سريع، قطار وكهرب، يوصل العاصمة بعد 8 سوايع ولا 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر. همي يضحك وهمي يبكي. ايه ولينا نضحكوا على الهم اللي انا عايشين. نعم نضحكوا على الهم اللي رانا عايشين. شوفوا هم واحد اخر، رانا عايشين غير من هم الهم. ورينا سيتبون حاجة ايجابية برك، خلينا نشوفوها. ورينا سيتبون حاجة ايجابية برك، هذوك نحطوها. والله نحطوها باطل. ما كانت راح تخلص 300,000 دولار الجريدة أمريكية تيريخ زوج ورق تبيعهم. هات أعطنا حاجة شيء إيجابي درته والله نتكلم عليه، قسما بالله أعطوني شيء إيجابي. أبعثوا لي أنا سأقول أبعثوا لي هنا، أبعثوا لي شيء إيجابي قسما بالله إلا الروج لو نتكلم عليه. طيب أعطنا حاجة إيجابية درها تبون إنجاز واحد داو. أعطوني إنجاز واحد يتبون. نالي بعثت له قلت له ها يا ولدي تحب تدخل تاريخ الباب الكبيرة ما تحوش عليا. بعث لي قل لي قل له يدخل يخدم في بلاده، واحد ما يحوس عليه، واحد ما يقلقه. أوي ندخل أنا قادر ندخل ونكتب واش نحب ونكون حر، حر تحت عصابة حرامية حبني باش نجي انا نزيد ننبطح كيما جماعة النهار والحياة وما اشبه ذلك ابدا. كي قال لي سيد دكتور ديها وليك هاي البريات ديها له، ها واش تحب تدخل تاريخ من باب الواسع. اعلن عفو شامل يمس كل الناس، الناس اللي راهم في الحباس من سنوات 90، الناس اللي راهم في المنفى من سنوات 90، كان بزاف شرطة، بزاف عسكر، هربوا ما حبوش يشاركوا في الحرب الأهلية، ما حبوش يكونوا شركاء المجرمين حسين بولحية وناصر الجن، وذلك كان يقتل في الجزائريين بحب رصاص ويخلص عليه 25 مليون، رفضوا هذا الشيء هذايا، الناس اللي في السياسة، الناس وعلاش الجزائر عندها معارضة في الخارج؟ علاش الناس تعارض من الخارج؟ وعلاش الناس تتكلم دي مواقع إلكترونية ودي قنوات يوتيوب من الخارج؟ علاش ما نديروهاش في بلادنا؟ واللي عارض يعارض داخل الجزائر. وعلاش؟ قال يا ربي اعمل عفو شامل. الأولى حل البرلمان لأنه هذا برلمان مزور، وأعلن عن انتخابات شريعية
جديدة مسبقة. قدم الاستقالة تاعك، عاود كل شيء من جديد، قدم الاستقالة. وذاك الوقت الناس راح تنتخبك إذا حبيت ترشح، ينتخبوك من هذا الداخل. ما حبيش ترشح تروح لدارك وتدخل التاريخ من الباب الواسع. يرد على السيد اللي داروا الرسالة يقول له اي دو مونترو طلب بزاف. اوي طلبت بزاف، نقول لك ثلاث ناس من الحباس اللي راهم على جال بعد معتقلين سياسيين، معتقلي رأي، يعني ما كانش معتقل رأي، معتقل كلهم معتقلين سياسيين، سجناء سياسيين. هذا الرأي واش رأي سياسي اللي راه داخل عليه. حتى الناس اللي كانوا في السنة والتسعين أطلق، خلي الناس تحرر يا سيدي، خلي الناس تتكلم، الدولة قوية ما تخافش من المواطن يتكلم. هذو ضعاف كلمة تزعزعهم. البارح يقول لك الجيري بارت موقع إلكتروني إخباري ردوا حركة منظمة إجرامية. شو منظمة شبكة إجرامية ديالك؟ وين درتوا العار؟ درتوا العار، راكم درتوا العار. ما خليتوا حتى شيء يصلح في البلاد. قالوا يتكلموا علينا بس غير بالسلبيات. انت في حد ذاتك سلبي. الله اكبر. هشام عباس.